بعد حصول الجمهوري كيفن ماكارثي على مطرقة رئاسة مجلس النواب إثر صفقة تلت مفاوضات شاقة مع أعضاء في حزبه، تطرح عدة تساؤلات حول التنازلات التي قدمها. تنازلات كانت لها أثمان كبيرة، كقبوله بشرط أقصى اليمين المتعلق بطلب أي مشرع إقالته، لكنه لم يرى بدا منها ليفوز بجولة الاقتراع 15، ما عكس اختلالا كبيرا وصف بأنه أعمق خلل وظيفي في الكونغرس منذ 160 عاما. تقليل الحد الأدنى لعضو واحد ليكون قادرا على تقديم اقتراح لعزل الرئيس يجعل ماكارثي بالتأكيد أكثر ضعفا إلى حد ما، لكن هذا الاقتراح لا يزال بحاجة إلى أصوات أخرى وإلى تمريره بأغلبية الحاضرين في التصويت. شروط تقييد أيضا لسلطة ماكارثي في إقرار مشاريع مهمة مثل تمويل الحكومة وسقف الدين، وشملت زيادة نفوذ النواب في صياغة التشريعات وإقرارها، وزيادة مقاعد لجنة قواعد مجلس النواب، وإعطاء تفويض 72 ساعة لمناقشة مشاريع القوانين قبل التصويت عليها، إلى جانب محاولة تقييد عدد فترات خدمة الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ. ماكارثي يترأس أغلبية جمهورية ضيقة، عليه أن يجمع الجميع معا تماما كما فعلت السيدة بيلوسي خلال العامين الماضيين. أعتقد أنه مع التنازلات التي تم تقديمها والتي تسمح بإجراء تعديلات من الحضور لدى أعضاء المجلس القدرة على التأثير. ماكارثي شدد في خطابه بعد الفوز على أن المجلس في ظل رئاسته سيتصدى لتحديات أمريكا طويلة المدى وللديون ولصعود الحزب الشيوعي الصيني، وتعهد بوقف ما وصفه بالإنفاق المسرف في واشنطن. But they will never be personal. That's my commitment to you. فيما يقلل نواب جمهوريون من أهمية تنازلات ماكارثي، مدركين بأنه لولاها لما استطاع استمالة 14 نائبا ليصوتوا له، يتخوف آخرون من أنها تترك البلاد خلال العامين المقبلين رهينة بيد اليمين المتطرف. حسين الطود، العربية، واشنطن.